مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم ويوم بيوم. امبارح كنا بنتكلم معاكم عن القرارات الاقتصادية الأخيرة اللي اتخذتها الدولة المصرية. اتكلمنا كتير مع ضيفي المهندس هاني توفيق الخبير الاقتصادي، اتكلمنا معاه عن ايه اللي مطلوب طبعا اولا واهم شيء من الحكومة علشان تخفف من وقع القرارات دي على المواطن، وقلنا انه الدواء صحيح مر ولكن كان لابد منه، لانه اذا كانت تثبت الامور بالشكل ده اكتر من كده، كل ما بتتساب أكتر كل ما كانت بتكون النتيجة علينا أو وقعها علينا أصعب. فبالتالي اتكلمنا عن الحكومة وإيه المطلوب منها علشان تخفف على المواطن قدر الإمكان، واتكلمنا عن البرلمان وإيه اللي مطلوب منه، واتكلمنا عن التشريعات اللي احنا محتاجينها، اتكلمنا في كل ده، واتكلمنا برضو عن المواطن اللي لازم يكون عنده وعي ويكون فاهم إنه يعني حقيقي ده أمر لابد منه، فإحنا بالتالي نحاول إن إحنا نتحمل ونحاول إن إحنا نغير من أسلوب حياتنا ونرشد من استهلاكنا ونجيب بس الضروري ونحاول إن إحنا نجتاز مع بعض ومع بلدنا الفترة الصعبة دي رغم صعوبتها طبعا، واعترفنا بإنه الناس من حقها تكون تعبانة أحيانا كتير والناس من حقها تكون مش قادرة في أوقات كتير، ولكن ما باليد حيلة. إذا كانت بلدنا محتاجة هذا الدواء المر فإحنا مفروض إن احنا نتحمل ونقف معاها قدر الإمكان. الحاجة كمان اللي عايزة أقولها لكم النهاردة استكمالا لإيه المطلوب مننا بقى كمواطنين وإيه اللي مطلوب مننا كشعب، حقيقي مطلوب مننا جميعا إن احنا نحس ببعض، إن احنا ما نستغلش بعض وما نستغلش الظرف اللي احنا فيه وما نستغلش القرارات الاقتصادية الأخيرة علشان نصعب الحياة على بعض بدون داعي حقيقي. يعني إذا كان في سلعة بسبب القرارات الأخيرة سعرها هيرتفع بعض الشيء، ده أمر مفهوم وده أمر طبعا هيحصل، ولكن إن أنا آجي وغلي وارفع مني نفسي واستغل الموقف ده بدون ما يكون في داعي حقيقي إن أنا أغلي، فيبقى والله حرام علينا. خلينا كل واحد فينا يفكر فيها بالطريقة دي، أنا وحضرتك وحضرتك على اختلاف مستوياتنا الاجتماعية وعلى اختلاف مستوياتنا المادية والاقتصادية، كل واحد فينا يعني أكيد إحنا طبقات مختلفة وقدرات وإمكانيات مادية مختلفة، لكن والله صدقوني كل واحد فينا عنده أسلوب معيشة معين متعود عليه اتأثر وبينزل لتحت شوية. يعني كل واحد حتى الغني حتى المتوسط حتى الفقير اللي كان عايش هنا بيضطر إن هو ينزل شوية لهنا، واللي هنا بينزل لهنا وهكذا. فبالتالي القرارات إذا كانت صعبة فهي صعبة على الكل بنسب مختلفة، طبعا بنسب مختلفة بس هي صعبة على الكل. ليه بقول الكلام ده؟ لأنه النهاردة في مواطنة مصرية بسيطة، وهقول لكم بتشتغل إيه؟ هي بتشتغل مساعدة في بيت. المواطنة المصرية دي اشتكت لي النهاردة من حاجة الحقيقة صعب عليا وصعب عليا من اللي استغل الظرف وصعب عليها هي الأمور وصعب عليها هي الحياة. اشتكت لي من إيه؟ وأمنتني وبالتالي أنا هحكي مشكلتها وهقيس عليها الكلام ده يتطبق إزاي علينا كلنا. مشكلتها كانت بتقول لي ان هي بتروح شغلها كل يوم من المرج لاكتوبر بتاخد عربيه ب 4.5 جنيه. قالت لي العربيه دي يوم الخميس انا بدفع فيها كنت 4.5 جنيه، الجمعه تاني يوم ما القرارات طلعت الجمعه لقت الراجل بياخد منهم الاجره بدل ما كانت 4.5 جنيه قال لهم هتبقى 7.5 جنيه. فقالت له حرام عليك 3 جنيه حته واحده مره واحده في يوم. قال لها ايه؟ قال لها انتوا لسه شفتوا حاجه، ده لسه اللي جاي اكتر. ده اللي أنا عايزة أقوله يا جماعة، أكيد الأجرة ما غليتش الثلاثة جنيه دول في اليوم ده، وأكيد أنت يعني مش معقول تزيد 90%، وأكيد أنت كسائق لهذه الميكروباص أو العربية دي أكيد أنت برضو ظروفك صعبة، أنا فاهمة ده، وأكيد أنت عندك مشاكل في حياتك اقتصادية بتضطر أن أنت تواجهها كل يوم، بس لأن ظروفك صعبة ده ما يخليكش تستغل الآخرين، بالعكس ده يخليك تحس أن زي ما أنت ظروفك صعبة الناس اللي بتركب معاك والله هي كمان شقيانة، أنت من الطبقة الكادحة بس هم كمان من الطبقة الكادحة اللي مش متحملين. فأرجوك أرجوك وأرجوكي أي حد في إيده إن هو يستغل أو يصعب الحياة لحد تاني أرجوكم يفكر ألف مرة، لأنه مفروض إن إحنا الحياة كلنا نتعامل مع بعض زي ما إحنا نحب إن إحنا نتعامل.
مش محتاجين ان احنا نصعب الحياه على بعض ولا نستغل الظروف. اولا ان ده انا قبل ما اوجهه للحكومه علشان تضبط الامور دي، لا، انا بوجهه لينا احنا كشعب. لازم يبقى عندنا يا جماعه ضمير، ما غليش سلعه مش محتاجه ان هي تغلى. اذا ما كانتش غليت عليا فارجوكم ما غليهاش على 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 المواطن التاني اللي بياخدها مني، واذا كانت غليت اغليها بالقدر اللي غليت بيه، ما غليهاش باكتر من كده علشان انا استفيد ويعاني هو، ومش مهم. يعني زي ما أنا عايز إن أنا ظروفي تبقى كويسة أفكر في غيري وأحس بيه. ده مطلوب بقى مننا جميعا. ده مجرد نموذج أو مثل، سواء العربية دي والسيدة البسيطة اللي بتشتغل في بيت اللي مضطرة إن هي تركب العربية دي كل يوم علشان تروح شغلها، بتسيب ولادها وبتسيب بيتها وبيتحرموا منها عيالها طول اليوم علشان أنت كمان تيجي تصعب الحياة عليها. والله حرام. ده ينطبق على سواء العربية ده، وينطبق على الطبيب. يعني في دكتور زي الدكتور هاني الناظر، دكتور محترم الحقيقة، أطلق مبادرة وقال إنه هو مع يعني صعوبة الظروف والقرارات الصعبة على المواطن، هو بقى هيحاول إنه من ناحيته يكون إيجابي ويقلل الفيزيتا أو الكشف بتاعه. ده مطلوب من الأطباء. طبعا بحييه على المبادرة دي دايما، هو دكتور هاني الحقيقة رجل محترم، يا ريت الأطباء يعملوا كده، المهندسين يعملوا كده، سواقين العربيات يعملوا كده. الدنيا صعبة بس بلاش نصعبها على بعض يا جماعة، محدش ناقص. أصحاب السوبر ماركت اللي بيبيعوا السلع، نغليها قدر غلاوتها فعلا، قدر ما هتغلى فعلا، بلاش نزود ونضرب في السماء، حرام، الناس مش ناقصة. وطبعا برضو أصحاب المدارس، ده هيبقى لنا فيه باع ونتكلم فيه أكتر من كده، لأنه ناس كتير برضو اشتكوا لي من المدارس اللي هتحاسب على سعر الدولار الجديد.